ده سيف. ايه ماما؟ ايوه ازيك انت يا حبيبي، وحشتني وحشتني قوي قوي. اهدي بس اهدي اهدي، عندي ليكي خبر بمليون جنيه. بس بقول لك ايه، اوعي تجيبي سيره لحد، خاصه بنت المفقوصه الصغيره. داليا حامل صح؟ قلتش حاجه انا؟ لا يا طنط، احنا لسه ما اتاكدناش يا طنط. لسه ما اتاكدناش يا طنط. يا ايه ايه، تعالي بسرعه، تعالي بركي لاخوكي داليا حامل. ايه ده بجد؟ ايه فضحنا. ايه عارفه كده مصر بقى والاي او سي وتويتر والفيسبوك. ايه يا حبيبتي، مبروك مبروك يا سيف. اظن بقى يعني خبر زي ده محتاج هديه تليق بيا. انا برضو اللي اجيب لك هديه. ماشي، اسمها مقصوفه الرقبه، لو حد عرف هعلقك وربنا اللي علقك. حاول يا باشمهندس، حاول تفتكر اي حاجه عن العربيه دي. انا عارف انك تعبان بس الوقت مش صالح. مش فاكر مش فاكر. طب ما لمحتش ماركه العربيه، لونها، ارقامها، اي علامه فيها؟ يعني انت معاك زي ده وجو زي ده، حبوب فين يعني؟ في المحكمة؟ لا مش في السرير يا بنت، كمان شوية حبوب في السرير. ثانية واحدة. ها يا عم، أنا في المقر اليوم بتاعي. أيوة هو هو بتاع كل يوم. المهم عايز أشوفك دلوقتي. دلوقتي بقول لك إيه، ما تخليها بالصبح. ها؟ ما حبيتش يعني؟ اصل انا تعبان وعايز اروح. لا مش هينفع الصبح، دلوقتي يعني دلوقتي. يا عم خليها بكره، وانا هاجي لك من نجم على الشركه. انت هناك؟ يا عم قلنا ايوه. طب يلا انا هلبس وجاي لك اهو. يلا سلام.
شكرا. اسم هانم، ازي حضرتك؟ يعجبني ادبك، ليهم حق يقولوا عليك اكسلانس. سي ده بس من ذوقي. اتفضل. لا بعديكي طبعا، ليز فيرست اكسلانس. شكلك جاي لحبيبك يا ماجد. الراجل ده عجيب جدا، كل يوم يجي البار ويفضل يسكت لغايه ما يتدمر. 9 الصبح تلاقيه في المحكمة بيترافع سيد الأسد. اتفضلي. ليك وحشة والله. متشكر. مش ناوي ترضى عننا بقى هو وتيجي تزورنا مرة تانية، ولا هي كانت مرة الأولى والأخيرة؟ لا إن شاء الله، ربنا يسهل ربنا يسهل. نمت تليفونك زي ما هي ولا غيرتها؟ لا زي ما هي. طب اللي بترن عندك دي نمرتي؟ يا ريت تسيبها. لاخرها 111. دي نمرتي، سيبها بقى عشان لما اتصل بيك يعني تبقى عارف ان انا فترد عليا. تمام تمام. هنشوفك. باذن الله. او اتصل ان شاء الله. باي باي. شوف يا ستي، الدعوه اللي انا رفعتها لك دي كفيلة بإنها تخليه يتسجن 3 سنين على الأقل. ومين قالك إن أنا عايزاه يتسجن؟ أنا كل اللي عايزاه إنه يطلعني والحل اللي عن دماغي. هيطلعك، هيطلعك بجزمة فوق 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 رقبته ورقبة اللي خلفوه كمان. طالما مهدي قالوا إنه هيطلعك يبقى هيطلعك، أكيد هيطلعك، ضروري هيطلعك. ما تصف يا ابني، ده ما عندوش دم. تخيل انه عايز يرجع برضه رغم انه عارف اني مصاحبه ابن خالته. ابن خالته بس.